مساء الخير وبرنامج الموضوع في حلقة خاصة واستثنائية مع نائب رئيس الجمهورية السيد أسامة نجيفي فخامة النائب، أهلا بك. أهلا وسهلا يا حياك مرحبا. الله. يا هلا بك. البداية من الموصل بالتأكيد، ماذا يحدث في الموصل؟ ايش يصير بالموصل وبالتحديد بخصوص المدنيين العالقين في مناطق القتال؟ معركة الساحل الأيمن حقيقة أخذت طابع مأساوي، و احنا نأكد طبعا ونشيد من قواتنا الأمنية وبطولتها واندفاعها، ولكن نشخص أيضا تم تغيير الأسلوب في هذه المعركة، اختلف تماما عن الساحل الأيسر. تم استخدام أسلحة ثقيلة، تم يعني تغيير قواعد الاشتباك بطريقة مفاجئة، ومع أنه الطلب كان مسبق للناس بالبقاء ببيوتهم تبليغ رئيس الوزراء من خلال بيانات رسمية، في نفس الوقت نلاحظ مئات الآلاف غادروا المدينة نتيجة شدة المعارك ونتيجة هدم البيوت والمجاعة والنار الكثيفة التي سلطت على المدينة. هذا أمر خطير جدا، يعني المدينة مكتظة، فيها كان حوالي 800,000 نسمة، أزقة ضيقة، والمتبقى حوالي 400,000 الآن تقريبا شخص. 400,000، فلا بد من مراعاة هؤلاء. هؤلاء رهائن، شايف اكو استخدام مفرط؟ نعم للقوة. هذا واضح، والضحايا كثر، يعني الأرقام تقول حوالي 10,000 منزل قد هدم في أحياء كاملة في المدينة، وحوالي 4,000 مدني قد قتلوا، وهناك يعني ما لا يقل عن 2,000 جثة تحت الأنقاض لحد الآن لم يتم انتشالها. فهذا أمر غريب، وأنا ألاحظ أن الحكومة أيضا لا تراعي هذا الموضوع مع كثرة التحذيرات أنها تنفي أي تغيير في قواعد الاشتباك، وتقول أن القضية اعتيادية، وأعتقد هناك خلل، إما المعلومات لا تنقل بطريقة صحيحة لرئيس الوزراء، أو أنه قد اتبع سياسة جديدة في الموصل، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا. لمن يتحمل المسؤولية فخامة النائب؟ فقط الحكومة العراقية أم أيضا التحالف الدولي يتحمل جزء كبير من المسؤولية؟ المسؤولية الأولى على القائد العام القوات المسلحة، التحالف الدولي حليف في هذه المعركة، وإذا كان قد ارتكب أخطاء فيجب أن يعترف بها، ونحن نطالب بتحقيق صحيح فيما حدث من قضايا خطيرة، خصوصا استشهاد حوالي 500 مدني في قصف جوي لعدد من الدور في الأسبوع الماضي. هذا الأمر لحد الآن الحكومة تنفي أنه هناك قصف، وتقول أن القضية مختلفة، وحتى لا تحاول أن تجري تحقيق. هذا الأمر غير مقبول. الروايات اختلفت خلال الساعات الماضية. التحالف الدولي قال تم قصف المكان بناء على طلب من القوات العراقية، القوات العراقية قالت الطلب لمكان آخر لموقع آخر وفي تاريخ آخر، وحملت داعش المسؤولية. بالتأكيد داعش ارتكبت كل الجرائم واتخذت المواطنين كدروع بشرية، ولكن هذه القضية هناك شهود عيان، وهناك يعني دلائل تشير أنه الناس قد تجمعوا هربا من قصف لمنطقة بالطائرات، تجمعوا في أحد الدور الكبيرة جدا، أحد الأغوات الموصل المعروفين، ولديه بعض الأغذية والمكان المناسب، فألجأ في داره حوالي 200 شخص، وفي الدور المجاورة أيضا مجموع 500 شخص، وبعد أن تجمعوا تم قصف الدار. كان هناك يجوز إرهابيين اعتلوا سطح الدار، ولكن تم قصف الدار، ولم يتم التحرك على هذه المنطقة إلا بعد حوالي 6 أيام من الحادثة، يعني حتى إذا كان هناك ناجين من الناس قد ماتوا نتيجة الإهمال. وهذا أمر قد ثبت بزيارة أحد النواب إلى المنطقة، وهو من كشف الحادثة وأبلغ القوات الأمنية، وبعدها تحركوا إلى المنطقة. فخامة النائب، ما تشوف أكو مبرر للقوات العراقية، للقائد العام للقوات المسلحة، على اعتبار أنه العدو هو داعش، يستخدم السيارات المفخخة، يستخدم الانتحاريين، القناصة، الناس المدنيين كدروع بشرية، فبالتالي أمر طبيعي ربما تغيير قواعد الاشتباك إن حدث هذا الأمر، أمر طبيعي ربما استخدام مفرط للقوة في ظل أنه العدو تنظيم إرهابي مجرم. العدو هو في مواجهة مع العراقيين منذ سنتين، وفي الساحل الأيسر كانت الطرق المتبعة مقبولة، الخسائر لا تتجاوز 10% من حجم المدينة، الشهداء من المدنيين يعني ممكن يصلون إلى عشرات، ولكن في الساحل الأيمن اختلف كل شيء، يعني تم استخدام مدفعية ثقيلة وصواريخ ثقيلة وبدائية الصنع،
داخل مدينة الموصل في الأحياء السكنية، بالإضافة في الأزقة للخصم. الضيقة نعم المكتظة بالسكان. طبعا فيها سكان، وهذا أمر فيه فيديوهات وبيانات رسمية، استخدمنا الصواريخ والمدفعية تمهيدا للهجوم على المنطقة الفلانية. تطالب بتغيير الخطة على اعتبار أن الخطة لا تحمل أي أبعاد إنسانية، فقط تركز على الجانب العسكري وتحرير المدينة بأي كيفية بأي طريقة. نحن نؤكد على تحرير الإنسان أولا قبل الأرض، هؤلاء رهائن لدى داعش، وهذا ما أعلنته الحكومة أنها تسعى لتحرير الإنسان وطلبت من الناس البقاء في دورهم. فاستخدام القوة المفرطة وتغيير قواعد الاشتباك يدل على يعني خطأ كبير وخلل كبير في الخطة العسكرية، وإسراف في النار وعدم اعتبار هؤلاء أنهم أحياء أو مواطنين عراقيين، هذا أمر غير مقبول. لا بد من مراجعة كل شيء حتى نضمن حياة على الأقل 400 ألف مواطن آخر لا زالوا داخل المدينة. بخصوص المراجعة، حسب معلوماتي وما أعرف دقة هاي المعلومات، جنابك أرسلت 5 رسائل خطية إلى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، مو هالشكل؟ للأمين العام المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة وللرئيس البرلمان وأيضا للملك عبد الله ملك الأردن في القمة العربية لطرح هذا الموضوع. بماذا تطالب؟ أطالب بحماية المدنيين، أطالب بتغيير قواعد الاشتباك، أطالب الضغط على التحالف الدولي في سبيل أنه يتخذ طرق صحيحة للتعامل مع هذه الأزمة، وكذلك إغاثة الناس من الناحية الإنسانية. الناس مهملين، يعني مئات الآلاف يشهدون الجوع والبرد والأمراض من دون رعاية حقيقية. وإذا لم نعالج هذه الأمور من الناحية العسكرية والإنسانية فستكون هناك عملية فشل سياسي في مرحلة ما بعد داعش، وممكن أن تظهر أجيال من داعش تؤدي إلى زعزعة الوضع العراقي لاحقا. هذا موضوع مصلحة لكل المنطقة ويجب أن يطرح على مستوى القمة العربية. فخامتك إلى حد الآن تتحدث فقط عن المدنيين العالقين في مناطق القتال، بالمقابل أيضا معاناة كبيرة للنازحين الآن، من تحمل مسؤولية هذه المعاناة وعدم الاستعداد كما يقال لتحمل أعباء أعداد كبيرة من أهالي الموصل، خصوصا أهالي الساحل الأيمن الذين نزحوا خلال الأيام الماضية؟ المسؤول الأول الحكومة العراقية التي تعرف بمواعيد المعركة منذ أكثر من سنة، وكان عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة. الأمم المتحدة تساعد في هذا الموضوع وأيضا قد قصرت، التقصير واضح في كل الجوانب. يعني الناس تخرج وتفاجأ الحكومة أن هناك 10,000 خرجوا في اليوم الواحد، ويعرفون أن المدينة كان فيها أكثر من 1.5 مليون إنسان وهناك معركة. فأنا أعتقد التقصير واضح والفساد كثير في هذه منظومة الإغاثة ومنظومة إمداد الناس بما يحتاجون وفي المؤسسات الحكومية التي تقوم في المجال الطبي والإنساني. عندك معلومات دقيقة بخصوص وجود فساد أو مجرد توقع أو شكوك؟ لا، واضح جدا أنه يعني الإجراءات هزيلة جدا، والناس يعني تصل المخيمات ولا ترى شيء، وتبقى أيام في العراء وتبقى جائعة ومريضة، تبيت في الطرقات لأيام. حتى الجانب الأمني، التدقيق الأمني، يتأخر الناس أيام تحت المطر وتحت البرد حتى يتأكدون من هذا وذاك. أين الحكومة وأين الأجهزة؟ لماذا لا توظف كل إمكانات الدولة الآن في البلديات والخدمات والدفاع المدني والصحة؟ كلها توظف لخدمة معركة الموصل إلى أن تنتهي. هناك تقصير واضح، حتى آليات لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض لا توجد. الناس يموتون تحت الأنقاض لبقائهم أيام ينزفون، ولا توجد آليات لرفع هذه الأنقاض. ماذا تفعل الحكومة العراقية؟ هذا تقصير شنيع، ومحاسبة يجب أن تتم لهؤلاء. حياة الناس مسؤولية الجميع. طيب، خلينا نأخذ من فخامتك تعليق بخصوص إمكانية أو احتمالية التراجع عن أي اتفاقات سابقة تمت خلال المرحلة الماضية، أعني بالتحديد ما يتعلق بالحشد الشعبي، مشاركته بالمعارك القادمة، وبالتحديد ما يتعلق بتحرير تل عفر والحشد الشعبي على اعتبار على أسوار المدينة، مدينة تل عفر. نحن طبعا من البداية تحفظنا على دخول الحشد الشعبي في معركة نينوى، وقلنا يجب أن يتم الاعتماد على الجيش العراقي والشرطة العراقية وأبناء المناطق، ممكن أن يتطوعوا ضمن تشكيلات الحشد، ضمن تشكيلات القوات المسلحة، ويكون هناك توازن طبيعي من كل أطياف نينوى، يسلحوا تسليح جيد ويقوموا بمهام القتال ومسك الأرض ما بعد القوات الأمنية.
ولكن الذي حصل أن هذا الجانب قد أهمل تماما، القوات المحلية لم تسلح إلا بنسبة بسيطة جدا، ولم تعطى جانب أو مسؤولية مسك الأرض، بل اعتمد على حشود أتت من محافظات أخرى مسلحة تسليح كبير جدا، وقسم منها حقيقة نقول منتظمة وقاتلت نشيد بدورها وتضحياتها، ولكن قسم منها أيضا قامت بمخالفات وتجاوزات ولها أجندة سياسية في وجودها في الموصل، بدأت تفتح مقرات وتنشر رايات وتعتقل ناس حتى خارج الأطر الرسمية. هذه كلها عقدت الوضع ممكن تسميتهم السياسي حتى الصورة تكون أوضح. حقيقة يعني لا تحصر التسمية، يعني أكثر من 60 فصيل فتح مقرات داخل مدينة الموصل الآن وفي أحياء كثيرة، يعني حتى فصائل في الموصل نفسها في مدينة الموصل في الساحل الأيسر. نعم في الساحل الأيسر، وطبعا في الأرياف والقرى انتشروا بانتشار كبير جدا، ولم يعتمدوا على المحليين بل أعطوهم أدوار ثانوية أو أبعدوهم تماما عن مسك الأرض كما حصل مع حرس نينوى وحشود أخرى. هاي الفصائل مهمتها مسك الأرض مكلفة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أم هي إرادة ذاتية لهذه الفصائل؟ يعني هو والغاية أيضا من عندها حسب توقعك؟ أعطيت طبعا مهام أمنية وعسكرية في مناطق، نعم، ولكنها تجاوزت هذه السقوف، يعني بدأت تمارس عمل سياسي وعمل استخباري واعتقالات وعمليات خطف، وكلها حقيقة تتم باعتراضات من السكان أن هذا الأمر غير مقبول، حتى حصل مواجهة أو مشاكل مع القوات الأمنية الموجودة في بعض المناطق، فهذه كلها عقدت الوضع. ونحن نعتقد أن هذا الأمر كان يجب تجنبه بأي شكل من الأشكال حتى نستطيع أن نعطي دور لأهل المنطقة بقدراتهم وإمكاناتهم ورؤياهم السياسية، حتى لا ندخل في تقاطعات ومشاكل تعيق الحل السياسي اللاحق ما بعد التحرير. هاي المشاكل أو هاي الرؤية نقلتها للقائد العام للقوات المسلحة، خاطبت القائد العام للقوات المسلحة بخصوصها؟ نعم طبعا، نحن مع رئيس الوزراء ومع وزراء المعنيين ومع الأمن الوطني و مع كل الجهات حوار مستمر حقيقة حول هذه القضايا، ولكن أنا أعرف أن كثير من القيادات ليس لها القدرة على مواجهة هؤلاء أو منعهم من بعض الانحرافات أو حتى محاسبتهم. سلطتهم أعلى من القانون؟ يعني حقيقة الوضع السياسي أعلى من مؤسسات الدولة الرسمية والقوات الرسمية؟ أقول بكل وضوح لا يستطيع رئيس الوزراء أن يحاسب كثير من هؤلاء، ليس فقط في معركة الموصل ولكن ما قبل الموصل، وقد شهدنا رئيس الوزراء ظهر في مناسبات كثيرة يتكلم حول من يخطفون الناس ومن يتجاوزون على الدولة ومن كذا، ولم يسميهم ولكن هو منفعل منهم، وهذا الأمر أدى إلى الإضرار حقيقة يعني معركة واستقرار البلد وثقة الناس بالدولة بشكل واضح. حاب أسمع من جنابك موقف واضح صريح بخصوص أربع قوات موجودة اليوم في محافظة نينوى وليس في الموصل فقط، موقفكم منها ما بعد انتهاء العمليات ما بعد تحرير نينوى وطرد داعش الحشد الشعبي. طبعا أنا إنهاء وجوده، تطالب بإنهاء وجوده في نينوى بأقرب وقت؟ نعم، أنا أقول كل مؤسسة الحشد الشعبي يجب أن تكون ضمن القوات المسلحة ضمن الجيش والشرطة، يعني لن تبقى أو لا أقبل أن تبقى مؤسسة الحشد الشعبي خارج هذا الإطار، لأنها ستكون قوة موازية ممكن أن تعقد الوضع الأمني والسياسي اللاحق وتؤدي إلى كثير من المشاكل في مستقبل العراق. ولكن أدعو إلى احترام هؤلاء الناس وتقدير تضحياتهم وإدخالهم في القوات الأمنية بشكل نظامي وحفظ حقوقهم، حقوق الشهداء وحقوق المقاتلين. اسمح لي أرجع على هاي النقطة بوقت لاحق بالتفصيل. أيضا هناك قوات تركية ما بعد داعش ما بعد انتهاء العمليات، موقفكم منها؟ بالتأكيد يجب أن تخرج من العراق وتبقى السيادة للعراقيين فقط. أكو إرادة تركية بالخروج بعد نعم تحرير الموصل؟ نعم، هذا ما اتفقت عليه الحكومة العراقية والحكومة التركية أنهما بعد انتهاء من داعش نعم ستنسحب هذه القوات. طيب، وهذا ما نؤيده تماما. أيضا البيشمركة موجود في مناطق لم يكن موجود فيها قبل حزيران 2014. تأكيد حل المشكلة مع البيشمركة يجب أن يتم ضمن الدستور وضمن تفاوض عراقي عراقي وبالطريقة السلمية وكأخوان نتكلم ونحل المشكلة ودية، ليس هناك مصلحة أي في أي مواجهة عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة أو اتخاذ طرق
قسرية في حلول تفرض على الأرض لأنها لن تؤدي إلى الاستقرار. فأنا أدعو إلى تفاوض ضمن سقف الدستور وضمن المواد الدستورية، وهناك آلية دستورية لحل المناطق المتنازعة فيها. شنو دقة المعلومات عن اتفاق خلينا نسميه ثلاثي بين السيد أسامة النجيفي، السيد مسعود البرزاني، وأيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص بقاء البيشمركة في المناطق المحررة من قبل البيشمركة إلى حين اتفاق سياسي وحل مشكلة هذه المناطق؟ أنا لست طرفا في أي اتفاق، إذا اتفق السيد العبادي والسيد البرزاني على شيء فأنا لا علم لي به، ولست طرف في أي اتفاق بين الجانبين. قوات أمريكية موجودة في نينوى بعد التحرير، بعد نهاية داعش، هي موجودة فعلا في عدد من القواعد وتساهم في المعركة بشكل واضح، نعم، وهذا الأمر يعتمد على رؤية الحكومة العراقية. أنا أدعو طبعا إلى بقاء العلاقة مع الولايات المتحدة وبقاء قوات التدريب ومساندة القوات العراقية لأن تكتمل يعني استعداداتها وأهليتها للدفاع عن العراق بشكل مستقل. هذا الأمر مطلوب إلى مرحلة من الزمن. بوقت سابق طالبت ببقاء هذه القوات لفض أي نزاع، أي خلاف بين خلينا نسميها القوات الأخرى الموجودة في الموصل. نعم، هي بالتأكيد ستساعد إذا بقيت هذه الفترة وما بعد التحرير، ستساعد في منع احتكاك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في موضوع البككة وجودها، موضوع الأقليات. أعتقد دورها سيكون مهم في مساعدة العراقيين على الاستقرار. بالتالي موقفكم واضح، بقاء هذه القوات والأمر أولا وأخيرا مرتبط بقرار الحكومة العراقية. بالتأكيد قرار الحكومة العراقية، ولكن أرجو أن يكون قرار يبنى على المشورة وعلى احترام أيضا يعني الإدارات المحلية والقوى السياسية المحلية، ألا تتخذ القرارات فقط في بغداد بمعزل عن الكل. طيب، وصلتكم أو وصلكم رد الحكومة الأمريكية، الجانب الأمريكي، بخصوص طلب تقدمت به للسفارة الأمريكية في بغداد لزيارة واشنطن وفد يضم القوى السنية لزيارة واشنطن لعرض مطالبكم، مشاكلكم من هذا، من يعني من هذا القبيل، أو لتوطيد العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ حقيقة لم أنا شخصيا لم أطلب زيارة، وأنا أرسلت رسالة للرئيس الأمريكي يعني أبين وجهة نظري في الوضع العراقي والحرب على الإرهاب والمنطقة، ولكن لم أطلب الزيارة. بأي تاريخ هاي الرسالة؟ يعني هذه حتى قبل أن يستلم السلطة، يعني رسالة خطية. رسالة خطية. شنو تفاصيلها أو بعض تفاصيلها أو أهم تفاصيلها؟ يعني هو رؤيتنا اللي نتكلم عنها حول مستقبل العراق و علاقته مع المنطقة العربية والديمقراطية في العراق والتهديدات التي تواجه العراق. أكو مطالبة بدعم المحافظات ذات الأغلبية السنية؟ ليس هكذا، طبعا نحن نتكلم حول احترام الدستور وإعطاء يعني الإدارات المحلية المنتخبة سلطة القرار، وشعوب هذه المحافظات يعني رؤيتها ومستقبلها ضمن إطار الدستور العراقي، وهذا ما هو مغيب الآن بشكل كبير. طيب، بخصوص الطلب المقدم إلى السفير الأمريكي في بغداد، هذا أكد السيد أحمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، قدمنا طلب إلى السفارة الأمريكية إلى السفير الأمريكي لزيارة واشنطن وفد يضم القوى السنية. أنا لم أكن طرف في هذا الموضوع، السيد أحمد المساري لا يستطيع أن يتكلم باسمي يعني يقدم طلب نيابة عني. لا، على اعتبار هو رئيس كتلة نيابية يعني ضم كل القوى السنية. طلب الكتلة النيابية هذا أمر حقيقة لم أسمع به، أسمع من الآن. طيب، أسأل جنابك عن دقة ما تم طرحه من قبل قيادات سنية، القوى السنية قررت بشكل نهائي عدم الحديث أو المطالبة بإقليم سني على اعتبار أن هذه المطالبات هي بداية التقسيم، أو هذا الإقليم سيكون بداية التقسيم، والمطلب الوحيد هو تشكيل أقاليم إدارية للمحافظات ذات الأغلبية السنية، هذا اتفاق نهائي بين القوى السنية. دقة هذا الحديث، لم يطرح في أي يوم من الأيام على أنه هناك مشروع لإقليم سني، أن هذا إقليم طائفي غير دستوري غير قابل للتنفيذ، ولكن ما طرح هو مشروع أقاليم المحافظات، وهذا ما تكلمنا عنه منذ سنوات. أقاليم إدارية، ندعم هذا التوجه، أقاليم المحافظات، كل محافظة بحدودها الإدارية تتحول إلى أقليم وتكون لها صلاحيات واسعة ويكون هناك علاقة مستقرة مع بغداد ضمن السلطة الاتحادية. هذا الموضوع خيالي، موضوع الإقليم السني يعني بس مجرد أقاويل، ممكن لكن لم يطرح يوم ممكن يكون مستقبلا الخطة باء أو جيم؟ لا، أبدا أبدا، هو غير قابل يعني للتطبيق،
وهذا أمر مثل ما قلنا ممكن أن يخلق حربا طائفية أو يخلق تقسيم للعراق، ونحن ضد هذا التوجه تماما. والخيار الأول تشكيل أقاليم إدارية، أكو إجماع عليه داخل قيادات هذه المحافظات أو بين قيادات هذه المحافظات؟ لا إجماع طبعا، ولكن أغلبية بالتأكيد تدعو إلى هذا الموضوع. حتى شعوب هذه المحافظات لها أغلبية قرار باتجاه الأقاليم، ولكن ليس ب يعني الإجماء، تبقى لأنه هناك صلاحيات آراء هذه، مختلفة. الأقاليم ربما ستكون عائق بينكم وبين بغداد، بينكم وبين التحالف الوطني، التحالف الأكبر داخل البرلمان. صلاحيات محددة دستوريا، وأعتقد نتكلم حول أقاليم إدارية لها صلاحيات معروفة، وهناك سلطات اتحادية لها أيضا صلاحيات محددة، فلا ضير، ولكن لابد ان تحسن النيات ويتصرفوا بطريقه تتطابق مع الدستور، لا يحاول ان يعلو على الدستور ويفرضوا يعني رؤيه من بغداد على الجميع لاهداف طائفيه او سياسيه او حزبيه، هذا امر يعني غير منسجم مع الدستور ومع واقع العراق. تم طرح هذا الموضوع، مسألة الأقاليم الإدارية، باجتماع أنقرة أو مؤتمر أنقرة الأخير اللي شاركت به فخامتك إلى جانب قيادات أخرى. لا حقيقة نحن نتكلم حول بداية عمل، يعني لقاء أنقرة هو لقاء تشاوري. ما حقيقة ما جرى في أنقرة؟ الحقيقة أنه تسعى القوى السياسية السنية مع شخصيات سنية عامة لتشكيل مرجعية سياسية تمثل السنة في العراق. ترتيب أوضاع البيت السني ضمن إطار الدستور وضمن احترام وحدة العراق وضمن الشراكة مع بقية القوى العراقية. وهذا لا يعني أننا نتكلم حول وضع طائفي، نتكلم حول ترتيب بيتنا الداخلي، وبعد ذلك نمد يد التفاهم والشراكة والتفاوض مع شركاء الوطن من كل مكوناتنا، من الشيعة والكرد والتركمان والطوائف الأخرى. ونتكلم حول مشروع عراقي أسميناه تحالف القوى الوطنية العراقية، لم نسميه البيت السني أو تحالف القوى السنية، تحالف القوى الوطنية العراقية، لأنها هدفها الأخير هو مشروع وطني جامع للجميع، ولكن أولا نرتب وضعنا. وهذا حتى ما كان يطالبنا به الشركاء، يقولون من أنتم؟ أنتم قيادات فلان وفلان وفلان. من مرجعية السنة؟ مع من نتحاور إذا أردنا أن نعرف مشاكل السنة وكيفية حلها؟ هذا سيتم خلال الأسابيع القادمة أو الأشهر القادمة، سينتج قيادة عن هذه التجمعات السياسية والشخصيات السياسية تمثل هذا المكون في أي تفاوض وفي أي مراحل متقدمة من العملية السياسية، وهو ليس تجمع انتخابي بالمناسبة، يعني ليس شرط أن كل ما موجود داخل هذه التجمع يدخل الانتخابات في قائمة واحدة، ممكن في قوائم مختلفة، ولكن نتكلم حول استراتيجية ورؤية وعلاقة مع مجتمعنا وبناء مشروع لمناطقنا يحدد رؤيتها السياسية والاجتماعية والثقافية وعلاقاتها مع المكونات الأخرى ضمن مثل ما قلنا الدستور ووحدة العراق. طيب، أجد تناقض، اسمح لي، يعني الحديث عن مشروع وطني لكن هي البداية طائفية، لملمت أوضاع البيت السني مقابل هذا هناك بيت شيعي، مقابل هذا هناك بيت كردي، وكأن أكو يعني استنساخ للماضي. منذ 2003 هذه البيوت موجودة، وبالنتيجة محاصصة طائفية أدت إلى الخراب، أنتجت الخراب والدمار الحالي. هل البيت الشيعي موجود أو غير موجود؟ موجود، البيت الكردي موجود. موجود، لماذا يلام على السنة أنه يكون لهم بيت؟ يلام الجميع على اعتبار هناك إرادة اليوم لكسر طوق المحاصصة الطائفية لا والذهاب لا باتجاه كتل وأحزاب وتحالفات غير طائفية وطنية عراقية. نحن مع الوطنية العراقية، ولكن نبدأ بخطوات صحيحة. إذا لم يرتب البيت الداخلي سيكون أفراد من هذا البيت تبع للآخرين، مجموعة من السنة يلحقون بالتحالف الشيعي، مجموعة من السنة يلحقون بالتحالف الكردستاني. لن يكون لهم هوية، لن يكون لهم دور، لن يكون لهم قرار في مستقبل العراق. حتى مناطقهم تضيع، شعبهم يهمش. يجب أن يكون لهم قوة سياسية فاعلة موحدة، ولكن تمد يد المصالحة والتفاهم والصداقة والشراكة مع الآخرين. هذا هو المنطق الصحيح. أما أن نكون تبع للآخرين حتى لا نلام أننا طائفيون، نحن لسنا طائفيين، ولكن نرتب بيتنا ونلتقي مع إخواننا ونقول
المشروع الناجح هو المشروع الوطني، ولكن يبدأ بخطوات بتحديد الهوية وتحديد الصورة، وبعد ذلك نتحرك باتجاهه. أستنتج من كلام فخامتك أنه هدف رئيسي من أهداف هذا المؤتمر سحب سنة إيران وإعادتهم إلى الحضن السني وبالتالي الحضن العربي. يعني هم ما يسمى سنة إيران، هؤلاء قلة، أفراد قلائل، وهم حقيقة لكن مؤثرين. حتى غير مدعوين إلى هذا المشروع، لأنه غير مهم، لأنهم أها. قد فقدوا لونهم. وهذا أمر بالنسبة لنا، نتكلم حول القوى الأساسية، ولا أنا لا أقول كل القوى قد جاءت إلى هذا المشروع، ولكن أغلب القيادات المهمة، أغلب الشخصيات المهمة، يعني سيكون هناك أعداد كبيرة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع العراقي حاضرة في هذا المشروع. وأما يبقى أفراد لديهم رؤية أخرى، لديهم تجمعات سياسية أخرى، هذا حقهم، ونحن لسنا حريصين على دخولهم إذا كانوا هم تبع للآخرين، أو يعني يكونون يعملون لدى الآخرين، هذا أمر لا يهمنا أبدا. فأنا أعتقد المسألة أكبر من ذلك، ولا نستطيع أن نحصل على إجماع في أي مشروع، ولكن الأغلبية على الأقل، والأغلبية الفاعلة والمؤثرة. نروح الفاصل قصير وبعد الفاصل بخصوص نبقى نفس الموضوع، مؤتمر أنقرة وكل التساؤلات، عندي أكثر من تساؤل لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ابقوا يانا. نفتح جميع الأبواب المغلقة لكشف الحقيقة. تجمع الأخبار لتقرأ وتحلل في مكان واحد. هدفنا الحقيقة وغايتنا وضوح الصورة لديكم بأبعادها الحقيقية. خرجنا عن المألوف بإطار الواقع. تحية طيبة مرة أخرى مشاهدينا، والجزء الثاني من برنامج الموضوع في حلقة خاصة مع نائب رئيس الجمهورية السيد أسامة النجيفي. فخامة النائب أهلا بك من جديد. أهلا بكم. قبل الفاصل انتهينا بالحديث عن مؤتمر أنقرة، تحدثت عن تحالف، تشكيل تحالف أو بداية نواة تشكيل تحالف القوى الوطنية العراقية، المشروع وطني لكن البداية من لملمة أوراق البيت السني أو المكون السني. بخصوص هذا المؤتمر طبعا أصبح مثار جدل، البعض وصفه بمؤتمر الخونة، آخرين وصفوه بمؤتمر العملاء، كل هذا مو مهم. أحد الحاضرين في المؤتمر هو النائب محمد الكربولي، يتحدث عن ممثلين دول حضروا في هذا المؤتمر ويعطون توجيهات، يتحدث عن سفراء دول في هذا المؤتمر. أحد السفراء تكلم مع رئيس البرلمان اللي حضر في اليوم التالي حسب النائب محمد كربولي، وكيفية انتخاب رئيس لهذا التحالف الجديد، وكيفية انتخاب الهيئة التنفيذية أو الهيئة القيادية. حقيقة ما جرى، يعني كلام السيد الكربولي غير صحيح أبدا، وفيه مزايدات ومبالغات، وأعتقد جلسة غير مفهومة. يعني الكلام الذي يثير ليس له علاقة بالواقع أبدا، لم يكن هناك أي حضور أجنبي، كان فقط اجتماع تشاوري لقيادات عراقية، وكان في أنقرة لأنه بعض القيادات مطلوبة للقضاء العراقي كسيد العيساوي وسيد النجيفي، أثير النجيفي، وبعض الشخصيات من هيئة علماء المسلمين. لكن كان ممكن عقده في أربيل. يعني أنا أقول المؤتمرات القادمة ستكون داخل العراق في بغداد وفي أربيل، وليس هناك مشكلة في هذا الموضوع، ولكن
ارتعينا في البداية أن نسمح لهؤلاء الناس الذين هم أساسيين في المشروع أن يكونوا حاضرين معنا، خصوصا في بدايات العمل، فكان لابد من دولة يعني خارج العراق. وحقيقة لا نلام على هذا الموضوع، ليس فيه ضير، ليس فيه مخالفة، وكثير من القوى العراقية تعقد اجتماعات في طهران وفي لندن وفي عواصم أخرى ولا يشار لها بأي شيء، فليس هناك أي مشكلة. وأنفي تماما أي حضور أجنبي غير عراقي في الاجتماع، وكلام السيد الكرون غير صحيح بتاتا. هذه قضايا كيف تكلم، لم يكن هناك ممثلين عن السعودية، لا عن قطر، الإمارات، الأردن، أبدا، فقط مسؤولين عراقيين وساسة وشخصيات سياسية وعشائرية اجتمعت في اجتماع تشاوري، ولم ننتهي حتى من كثير من التفاصيل، اجتماعات أولية. الحديث عن انتخاب رئيس لهذا التحالف، الحديث عن انتخاب هيئة تنفيذية، هيئة قيادية، لا هذا الكلام حقيقة مستعجل من السيد الكربولي، وهناك أفكار لكن لم تتم إجراءات يعني لم تنضج حتى الآن. هناك يعني أكثر من 100 شخصية الآن ستدعى إلى اجتماع قادم، وسيكون هناك تفاوض جديد ونظام داخلي ويعني آلية انتخاب القيادات، وكثير من إخواننا الذين لم يحضروا عليهم أن يكون لهم دور ورؤية في صياغة المشروع، وأعاقهم الحضور، إما كان دعوات متأخرة أو كانوا مشغولين، أو يعني هذا الموضوع في بداياته. أنا أعتقد تم تحديد مكان وتاريخ الاجتماع القادم؟ لا لحد الآن، ولكن نرجو أن يكون في أربيل في الفترة القادمة. هناك أيضا قوى سنية أخرى غير مشاركة بالعملية السياسية بعد عام 2003، هناك أيضا فصائل مسلحة سنية، البعض يسميها مقاومة للاحتلال، طرف آخر يسميها فصائل إرهابية، أين ستكون هذه الفصائل من هذا التحالف، التحالف الجديد يعني للقوى السنية؟ ندعو كل القوى السنية داخل العملية السياسية وخارجها من الذين لم يشتركوا في الإرهاب أو لهم علاقة مع المنظمات الإرهابية أو ساهموا في قتل العراقيين، ونتكلم حول دعم العملية السياسية، الاعتراف بالعملية السياسية مع إقرارنا وحاجتنا للإصلاحات داخلها، واحترام الدستور العراقي مع حاجتنا لتعديل الدستور العراقي. وكل من يقبل بهذا المنهج نقبل ونرحب به أن يكون معنا، ولكن لا نقبل أي تنظيمات إرهابية ولا متورطين بالدم العراقي ولا رافضين للعملية السياسية بالكامل. هذا الأمر، نحن سنشارك في العملية السياسية وندخل انتخابات، فالذي سيكون معنا يجب أن يؤمن بهذه الثوابت حتى نستطيع أن نمضي. نقطة أخيرة بخصوص هذا الموضوع غير واضحة، تحالف القوى الوطنية العراقية مشروع جديد لكن غير انتخابي، كيف؟ يعني هو طبعا مثل حالنا حال التحالف الوطني، هل نضمن أنه التيار الصدري يدخل مع دولة القانون في قائمة واحدة مثلا؟ دخلوا في قوائم مختلفة وسيدخلون في قوائم مختلفة ونحن كذلك. لكن الآن التحالف الوطني موجود في البرلمان باسم التحالف الوطني، الكتلة البرلمانية الأكبر اللي رشحت رئيس الوزراء، أيضا بالمقابل التحالف الكردستاني رغم كل الخلافات داخل هذا التحالف. أنا أقول على يعني حتى في الدورة الماضية تحالف كردستاني يدخل بقوائم واحدة، وتحالف القوى العراقية لم يدخل بقوائم واحدة، والتحالف الوطني لم يدخل بقوائم واحدة، وهذا ما سيكون في القادم الأيام. هو ليس مشروع انتخابي أبدا، ولكن يجوز أنه نتفق في يوم من الأيام على قائمة، ولكن الآن لا نتكلم حول انتخابات، نتكلم حول إنقاذ أهلنا، إعمار محافظاتنا، مشروع سياسي، مرجعية سياسية، هكذا. مستقبل متحدون أو وين حيكون متحدون، طالما الحديث عن أن تحالف القوى الوطنية العراقية مشروع جديد لكن غير انتخابي، أتحدث عن الانتخابات القادمة ومتحدون ومع من ستتحالف؟ متحدون طبعا حصلت على إجازة مفوضية مستقلة الانتخابات، وهي الآن تعمل ضمن ترتيب وضعها السياسي والحزبي وانتشارها في المحافظات، ولديها جمهور متفاعل معها، والانتخابات حقيقة ليس أقل من سنة من الآن، يعني الانتخابات المحلية ستؤجل بالتأكيد، لدينا وقت لهذا الموضوع، ولكننا نعمل صورة واضحة، ما عندكم موقف يعني نهائي أو شبه نهائي بخصوص الحليف القادم؟ لا بالتأكيد الوقت مبكر لأي تحالفات مستقبلية، هذا يعتمد على تطورات الأمور وعلى وضع المحافظات وعلى تشكل الأحزاب وعلى الائتلافات التي يعني أيضا تتشكل
مبكر جدا الكلام حول أي ائتلافات أو تحالفات. ماكو أي حديث عن تحالف مع الشيخ خميس الخنجر بالتحديد؟ لا هذا حصل 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 يعني نحن متحدون والمشروع العربي حصل قرار بأنه هناك حزب واحد سيتشكل باسم جديد، وهذا الاتفاق قد حصل بالتأكيد. بقيادة من؟ أسامة النجيفية مش شيخ يعني الخنجر. أنا الأمين العام والسيد الخنجر نائب الأمين العام. نائب الأمين العام. سمعنا عن إمكانية واحتمالية أن لا يكون السيد أسامة النجيفي جزء من التسوية السياسية لاعتراضه على تعاطي القوى السنية مع هذه التسوية، لاعتراض على بعض النقاط، مطالبته بإدراج بنود ونقاط أخرى. أسمع من عندك حقيقة موقفكم. أنا طبعا لم أوافق على استلام التسوية السياسية التي تقدم بها التحالف الوطني، طيب. ولم حقيقة أقبل التسوية السياسية التي حاول التحالف القوى العراقية أن تقدمها أيضا، باعتقادي أنه الأجواء غير مهيئة، أجواء سياسية، وهناك كثير من الشكوك أنه الأطراف السياسية قادرة على عقد اتفاق قابل للحياة. يعني اتفاقات حتى إذا عقدت ستفشل، وليس هناك ضمانات لاستمرارها، وهناك حاجة لبناء الثقة غير متوفرة كأرضية وكمقومات نجاح. فطالبنا بإجراءات بناء الثقة أنه تحصل أولا وتطبق على الأرض، وبعد ذلك نتكلم حول تسوية سياسية. أي إجراءات تتحدث عنها أستاذ أنا سامة؟ طبعا لدينا قلق شديد أنه هناك أطراف مسيطرة على البلد لا تحاول أن تقدم أي تنازلات ولا تحاول أن تطبق العدالة في العراق، وتريد أن تفرض رؤيتها على الآخرين باسم التسويات وباسم المصالحات، والنتيجة أنه مشروع يصاغ بصيغة واحدة والبقية تبع لهذا المشروع. هذا نرفضه تماما. هناك كثير من المخطوفين الآن لدى جماعات مسلحة، يجب أن نكتشف مصيرهم الآن، وهذا الأمر يجب أن يتم بالتعاون بين الحكومة العراقية وهذه الجماعات، طيب. وهذا الأمر لم يتم الإقرار به لحد الآن. هناك 4000 شخص خطفوا على مدى سنتين وهم ناس أبرياء، نريد أن نعرف مصيرهم. الشيء الآخر، التغيير الديموغرافي الذي حصل في مناطق واسعة من بلدنا، تم طرد الإرهاب وتم تهجير السكان ولم يسمح لهم بالعودة، وبدأ إحلال آخرين محلهم، وهناك جماعة تسيطر على هذه المناطق، الحكومة غير قادرة على إعادة الناس، وهؤلاء الجماعة قد اتخذوها معسكرات واتخذوها معتقلات واتخذوها ما يشاءون. أين الثقة وأين الدولة وأين التسويات؟ هناك منهج جديد في فرض الأمر الواقع. التحالف الوطني يقول نحن أغلبية في البرلمان، نشرع ما نشاء ونقر القوانين بالأغلبية والحاصلة لدينا بغض النظر عن موافقتكم أو دوركم. هذا يدل على ديكتاتورية الأغلبية. هذا ليس منطق تسويات وليس منطق شراكة وطن. على ما أعتقد هنا تعني تصويت الأخير على قانون الحشد الشعبي واعترافكم على هذا القانون. ليس هذا فقط، يعني سبق قوانين، و يعني المنهج السائد هو منهج أنه نحن موجودين، أنتوا حضرتم أم لم تحضروا غير مهم، هذا هو الذي يبلغ به تحالف القوى العراقية أو التحالف الكردستاني إلى حد ما. فهذه كلها وغيرها كثير. تجميد قانون الحشد الشعبي نقطة من نقاط إجراءات الثقة؟ الحشد الشعبي هو محل خلاف حقيقة، يعني هو شرع من قبل طرف واحد، ونحن نقول أنه يجب أن يعاد النظر بالموضوع بدمج الحشد الشعبي مع القوات العسكرية. أما بقاءه في هذه الصورة فهو مشكلة تهدد مستقبل العراق. إذن اعتراضك مو على القانون، يعني على نقاط معينة بالقانون، اعتراضك على الوجود، على وجود هيئة الحشد الشعبي. أنا ينبغي حلها، وبالتالي دمج اعتراضي على تشريع قانون. كان أقول هذا الموضوع كان يتم يعني بعد المعركة، أنه كل هؤلاء المتطوعين يتم إنصافهم وإعطائهم حقوقهم وضمان حق الشهداء وإلى القوات المسلحة. أما تشريع قانون وإبقائهم كجيش موازي والمسيس مرتبط بفصائل سياسية وقادة سياسيين، هذا يعني أمر يتناقض مع الدستور. عفوا، ليش هاي التسمية؟ ليش هاي الرؤية جيش موازي مسيس؟ على اعتبار هو هيئة تم إقرار قانون لهذه الهيئة بشكل أو بآخر مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. البعض يتحدث عن اعتراضكم السابق عن جهاز مكافحة الإرهاب وإشادتكم اليوم بدور
جهاز مكافحة الإرهاب، ربما بعد فترة أيضا ستشيدون بالحشد الشعبي أو بهيئة الحشد الشعبي وستقولون عنها هيئة وطنية عراقية. لا، مكافحة الإرهاب هي جزء من القوات المسلحة، وكان ينقصها تشريع القانون وانتظامها، وحقيقة يعني تصرفت كقوة وطنية عراقية طيلة المعركة مع الإرهاب، ولا مثلب عليها أبدا، بل هي ممدوحة ومحترمة بشكل كبير. نحن نتكلم حول قادة سياسيين لديهم فصائل مشكلة منذ عقود من الزمن، ليس الآن، وهي تنتمي لهم، ومرجعيتهم وولائهم واضح، وقسم منهم حتى يتكلمون أنهم لغير مرتبطين بالقائد العام، يظهرون على شاشات التلفزيون يقولون نحن مرتبطين بالولي الفقيه الإيراني ونمتثل لأمره ونأخذ الأسلحة والأموال منه، الآن يقولوها في كل يوم. هذا يعني يدل على مشكلة كبيرة سياسية وأمنية، وحتى منهج غير عراقي. فأنا أعتقد يعني بقاء هذه الصورة الهشة والقائد العام غير مسيطر على هذه القوات، والدليل أنه مناطق لا يستطيع عادة الناس إليها كجرف الصخر مثلا أو يثرب أو سليمان بيك، لأن هناك فصيل مسلح مسيطر على المنطقة يمنع حتى الجيش من الاقتراب منها. أين السيطرة العسكرية وأين الأوامر؟ حقيقة هذه مسألة نظرية تماما. فأنا أقول الموضوع يجب أن يراجع للمصلحة العراقية، والدستور العراقي يمنع وجود أي فصيل مسلح ينتمي إلى قوة سياسية. السياسة شيء والأمن شيء آخر. الجيش العراقي غير مسيس، وحتى وزير الدفاع يجب أن يكون شخص مدني، وكل الجيش وكل القوات الأمنية بعيدة عن السياسيين حتى تضمن أنها تتصرف بطريقة عراقية ولا تدعم حزب أو مجموعة سياسية على حساب الآخرين. طيب، أعود إلى التسوية، وأفترض حضرتك مع تأجيل طرح أوراق التسوية أو المضي بأي حوار بخصوص التسوية لحين إيجاد إجراءات الثقة. نعم، هذا موقفنا، وقد بلغنا به التحالف الوطني وبلغنا به أيضا تحالف القوى العراقي. موقف من متحدون فقط، على اعتبار هناك ورقة للقوى السنية لتحالف القوى العراقية طرحت في وسائل الإعلام وفيها يعني نقاط معينة وبنود معينة، والبعض أيضا تحدث عن قرب تسليم هذه الورقة لممثل الأمين العام ولرئيس التحالف الوطني. يجوز أن يسلم، ولكن متحدون ليست جزءا من هذا الموضوع بشكل كامل، وأنا بلغت بعض إخواننا القيادات التحالف القوى أني ضد هذا الموضوع. أنا مع إجراءات بناء الثقة، ولكني لست مع تقديم أي ورقة الآن لأن الوقت غير مناسب، لا استلام ورقة من إخواننا التحالف الوطني ولا تقديم ورقة من تحالف القوى. هذا موقف نهائي أخير. وزير الخارجية السعودي زار العراق، وكيل وزير الخارجية العراقي كان في الرياض، قمة عربية المفترض أن تكون داعمة للعراق. أسأل، إلى أي مستوى يجب أن نذهب بالعلاقة مع الدول العربية وبالتحديد الخليج وبصورة أدق السعودية؟ طبعا وصول يعني وزير الخارجية السعودي كان إلى بغداد خطوة إيجابية جدا، وأعتقد يجب أن يبنى عليها، وأيضا أحترم قرار العراق بإرسال وفد مقابل إلى السعودية، واستعداد مثلا للقاء رئيس الوزراء مع الملك سلمان في عمان أعتقد في الأيام القادمة. نعم، ويجوز أن تكون هناك زيارة. ندعو للانفتاح على العرب وعلاقات مستقرة ومحترمة وعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية وثيقة، وهذا طبيعي، العراق بلد عربي ويجب أن ينتمي للعرب ويفتح معهم كل العلاقات الطبيعية التي تؤسس لأن يعود إلى وضعه الطبيعي وإلى دوره العربي والإقليمي المؤثر. طيب، هذه الدول خلينا نسميها إن صح الوصف في محور الولايات المتحدة، هذا المحور الممانع لنفوذ إيران في المنطقة، المطالب بتحجيم نفوذ إيران في المنطقة. حتى ولي العهد السعودي قبل أيام أو قبل فترة أقل الشهر كان في واشنطن وتحدث بالشكل الآتي، يجب تحجيم نفوذ إيران في المنطقة، والتحجيم يبدأ من تحجيم نفوذها في العراق. بالتالي هل العراق قادر على إيجاد علاقات متوازنة مع إيران من جهة ومع هذا المحور الأمريكي الخليجي من جهة أخرى بنفس الوقت، أم العراق اليوم أمام خيار، اختيار واحد من المحورين، المضي بعلاقات متميزة مع جانب على حساب الجانب الآخر؟ ليس من مصلحة العراق أن يكون في محور إيراني أو محور أمريكي وأن يكون طرف في أي مواجهة. إذا أراد العراق أن ينجو من هذه الأزمة القادمة عليه أن
يتصرف باستقلالية كاملة ولا يخضع للإملاءات الإيرانية ولا الإملاءات الأمريكية، ولكن يتصرف كبلد مستقل له مصالحه الخاصة بعيد عن هذه الأدوار التي ممكن أن يكون هو ساحة لتصفية الصراعات وليس فقط طرف مساهم فيها. فنعتقد أنه النائب النفس هو الأفضل، أفضل طريق للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وهذا أمر ليس سهلا. أنا أقر أن العراق بوضعه الحالي غير قادر. عندنا قدرة لرفض هذه الإملاءات؟ لا، غير قادر الآن في وضعه الحالي، غير قادر على التخلص من النفوذ الإيراني بشكل واضح، ولكن يجوز في مرحلة قادمة بعد الانتخابات القادمة في ظل حكومة جديدة، في ظل تحالفات جديدة، في ظل توازنات في المنطقة تختلف بعد يعني موقف الأمريكي المتشدد تجاه إيران، ممكن العراق أنه يستطيع أن يسحب نفسه من هذا الموضوع ويمد يد الصداقة لإيران وللغرب وللعرب بطريقة متوازنة. وكأنك تتحدث عن مشكلة في هذه الحكومة، الحكومة الحالية، أما حكومة لا تريد أن تذهب باتجاه الدول العربية وهذا عكس الواضح، أو أنها حكومة ليست لديها القوة والقدرة عند أشخاص آخرين يميلون لإيران على حساب أي علاقات متميزة سواء مع الولايات المتحدة أو مع الخليج؟ يعني هو بالتأكيد الحكومة في وضعها الهش، في وضع الأمني الصعب، في وضع السياسي المعقد، في الصراع الداخلي، غير مؤهلة لاتخاذ قرارات من هذا النوع وغير قادرة على تنفيذها. يعني نحن نتكلم حول مخطوفين لا تستطيع أن تنقذهم من بعض الجماعات، نتكلم حول مناطق خارجة عن السيطرة، نتكلم حول يعني ضعف واضح في كثير من الملفات. بالتأكيد نحتاج إلى حكومة من نوع آخر، يعني قيادة من نوع آخر تستند على كتلة برلمانية قوية، تستند على جيش قد خرج من معركة واستطاع أن يعيد نفسه بطريقة صحيحة، يستطيع أن يدافع عن الوطن، يستطيع أن يردع أي جماعة مسلحة تحاول أن تتمرد، في ذاك الوقت يكون هناك قرار قابل للتنفيذ. أما الآن ونحن في سنة انتخابية أعتقد صعب جدا. ما أقدر ألا استنتج شيء واحد بخصوص الحكومة القوية القادمة المستندة على كتلة كبيرة، أفترض تفاهمات بين قوى كردية سنية شيعية لتشكيل هاي الكتلة الكبيرة وبالتالي هذه الحكومة القادرة على تحقيق هاي الإنجازات. هذا طبيعي جدا، ولكن من هم الحلفاء لم يتبينوا لحد الآن. أريد أسمع معطيات. لا، هو هذا يعني المنطق الصحيح للأمور، أنه يكون هناك كتلة فيها قوى شيعية وسنية وكردية متحالفة تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان وتشكل الحكومة القوية، ويكون هناك كتلة معارضة أقل عددا وأيضا منوعة تعارض وتستطيع أن تدير البلد بطريقة صحيحة. وهناك برنامج يعني شراكة وطنية، منطق وطني، حقوق مواطنة، هذا هو المنطق الطبيعي لأي نجاح. أما حكومة الجميع مشتركين فيها وليس هناك معارضة، بالتالي هي دعوة للأغلبية السياسية، الأغلبية الوطنية تسميها أغلبية سياسية، بغض النظر عن التسمية هذا هو المفهوم، منطق حضور الجميع. يعني ليس أغلبية سياسية أنه الشيعة فقط يشكلون أغلبية ويقولون هذه أغلبية، خلينا نسميها أغلبية سياسية وطنية. وطنية، نعم. هذا ممكن، وهذا ما يجب أن يكون. كلمة أخيرة، أكو تفاهمات حتى لو بغض النظر عن التفاصيل هذه التفاهمات؟ هو طبعا هناك تقارب يعني بين بعض القوى السنية الرئيسية وبعض القوى الشيعية وقوى الكردية، نوع من الانسجام بين القيادات، نوع من الرؤى المتقاربة، ولكن لا تحالفات لحد الآن، وهذا الأمر ممكن أن يتطور مع الوقت ونصل إلى هذه يعني الائتلافات الناجحة. والخط واضح، يعني أصبح واضح خلال الفترة الماضية التقارب يعني بعض الأحزاب مع بعضها البعض، يعني هذه صورة أولية ممكن أن تتعزز. أنا خلصت أسئلتي ومحاوري فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد أسامة النجيفي، شكرا على حسن الاستضافة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. وصلنا مشاهدينا لختام الحلقة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.